استشهد يوم الخميس الماضي الموافق 16 من سبتمبر عام 2010 المناضل محمد سعيد ناود إثر مرض عضال ألم به بعد أن ظل يتردد على المستشفى لفترة. لقد كانت حياة الفقيد حافلة بالعطاء لهذا الوطن، حيث عايش وساهم في مختلف مراحل كفاح الشعب الإريتري، وقد لعب دورا تاريخيا في تأسيس حركة التحرير الإريترية وواصل نضاله خلال مختلف حقب الكفاح المسلح، حتى حقق الشعب الإريتري هدفه في الحرية والانعتاق من براثن الاستعمار وإقامة دولته الحرة المستقلة. وظل عطاء الفقيد متواصلا في مختلف الأوجه حتى وافته المنية وترجل عن صهوة جواده. تميز الفقيد بتعدد مواهبه وتشعب قدراته، فهو أديب كتب وأسهم في مجال الأدب الثوري الإريتري، وهو مؤرخ أمضى وقتا طويلا من حياته في البحث والتنقيب ووثق لمختلف الجوانب التاريخية لمسيرة الشعب الإريتري. وكان كتابه حول حركة تحرير إريتريا بمثابة عصارة ما قدمه الفقيد للمكتبة الإريترية، حيث تمكن الفقيد من خلال هذا الكتاب من تقديم إضاءات مقدرة لجزء مهم من مسيرة كفاح الشعب الإريتري الطويلة. هذا إلى جانب العديد من المقالات والبحوث التي نشرت له في مختلف وسائل الإعلام، فضلا عن المقابلات التلفزيونية والملتقيات التي شارك فيها كباحث في مركز البحوث والدراسات الإريتري. وقد وري جثمان الفقيد الثرى صبيحة الجمعة الموافق 17 من سبتمبر عام 2010 في مقبرة الشهداء بأسمرة وسط موكب مهيب من المشيعين من أبناء الشعب الإريتري، يتقدمهم فخامة الرئيس سفورقي وأسرة الفقيد وكبار المسؤولين في الدولة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. ألا رحم الله الفقيد وألهم آله وزويه الصبر والسلوان. Thank you.